وانا هحكي لحضراتكم هذه الواقعة اول مرة تتحكي بتفاصيلها. هذه الواقعة كانت جزء من اهم اسباب رحيل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام. كلاتنبرج زيه زي اي رئيس لجنة حكام محترم بيبعت تعيينات الحكام على الميل اسبوعين باسبوعين. فكان في حكم عمل 5 أخطاء ورا بعض من بداية الدوري. فكلاتنبرج قرر ان هو يعاقبه ويبعده عن المباريات في الدوري الممتاز. واحد غلط فبيتم عقابه. طيب جت مباراة سموحة وبيراميدز. كلاتنبرج كان عين لها كابتن محمود ناجي. فجأة كلاتنبرج لقى مكالمات كثيرة جدا من اتحاد الكورة على تليفونه، ولما رد على أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لقى بيقول له إحنا غيرنا بس حكم ماتش سموحة وبيراميدز وحطينا فلان. حضراتكم أكيد بقى لو دورتوا هتعرفوا. المهم كلاتنبرج اتعصب على الراجل اللي بيكلمه، على عضو مجلس الإدارة اللي بيكلمه، قال له إزاي أنا أحط حكم واستبعد حكم بسبب 5 أخطاء متتالية وعدد له الأخطاء في المباريات اللي فاتت، وانا شايف ان هو لازم يبعد، هو حكم كويس بس لازم يبعد شويه، فعشان كده انا عينت محمود ناجي لهذه المباراه، وانا مش عايز حد يتدخل في شغلي، انا شايف الحكم اللي عمل 5 أخطاء ده، بالمناسبه هو قال كده، قال انا شايف الحكم اللي عمل 5 أخطاء ده حكم كويس جدا، ولكن هو عمل 5 أخطاء فلازم يتجنب، لازم يطلع بره المنظومه شويه وبعدين يرجع تاني. فعضو اتحاد كره القدم قال له ايه؟ قال له اصل عربيه الفار في اسوان وممكن تتاخر وما ينفعش، فلازم نحط الحكم ده مكان كابتن محمود ناجي علشان يقدر يمشي الماتش من غير فار. الواقعه دي انا بهديها لبريرا عشان يعرف كيف وصل وضع التحكيم قبل ما يجي كان شكله ايه، مش بس سلطه بالمناسبه. وقلنا قبل كده مليون مره احنا اول الداعمين لتجربه وجود خبير اجنبي، سواء لرئاسة لجنة الحكام أو لتطويرها ولمتابعة أداء الحكم طبعا، وسنظل داعمين بالمناسبة، ولكن بدون أي تدخلات. أنا مش جايب راجل بديله دولارات خلاص اتحاد كرة القدم وتدخل في شغله. هو الراجل كلاتنبرج السابق قال على الحكم أن الحكم اللي عايز يوقفه في مباراة سموحة وبيراميدز قال لهم أنا هو حكم كويس بس عمل 5 أخطاء لازم يتعاقب، عشان كده ما ينفعش يحصل اللي حصل الموسم اللي فات.